مساء الخير. أنا سشاش بس من نوع مميز. أنا أقعد بأول رحلة بالمدرسة، بس أنا ما أذكر الأستاذ إذا نسني وعد امتحان. أنا أعيش بمدينة صغيرة محاطة بالمصانع من كل الجهات، اسمها خور الزبير. ناسها بسطاء وهي بلدة صغيرونة، وكل الأشخاص اللي بيها عايشين هم موظفين في هاي المصانع، من ضمنهم والدي، بس أهلي عندهم بزنس خاص بالقطاع الغذائي. لذلك كانت شوي طفولتي نوعا ما مختلفة، فأنا يعني كولد لازم أساعد أهلي بهذا الشغل، فكنت أرجع من المدرسة أبدل هدومي وألبس هدوم الشغل حتى أروح أساعد والدي وأساعد إخواني. هذا الشيء كان متعب، بس هو هذا شغل العائلة، ومن خلاله تعلمت ووصلت لكل شيء أنا وصلت له. بس بنص كل هاي الصعوبة مات العمل، المكان الوحيد اللي كنت أستمتع به وأتونس هو المدرسة والدراسة. كنت كلش أستمتع لما أتعلم شغلات جديدة. كنت أنا أدرس المواد والفصول أصلاً قبل لا يطلبوها من عندنا الأساتذة. فبدأ حبي وشغفي للعلوم من كنت صغيرون من خلال البرامج الوثائقية والقنوات التلفزيونية. بعدين صار عندي تليفون، صار عندي إنترنت، وانفتحت قدامي أبواب كبيرة كلش للمعرفة والاكتساب العلوم، وبدأ شغفي وياهم يكبر. فطوال فترة الثانوية والإعدادية أنا صرت أتعلم شغلات جديدة ما كنت سامع عنها من قبل من خلال الإنترنت والاطلاع على المحتوى اللي بيه، بحيث أنا كنت مرات أتعلم شغلات خارج المناهج الدراسية، فأصحح للمدرسين أو أضيف لهم معلومة جديدة، بس أغلبهم كانوا يضوجون من هذا الشيء ويرزلوني مثل ما نقول بالعراقي. بس أنا كنت أسوي الشيء هذا دافع عفوي، لأن أنا كنت أحب العلوم، أتونس بيها وأستمتع لما أتعلم في المعلومة الجديدة، وأحب أسولف بيها ويا الناس. وحتى لدرجة أنه أنا كنت ما أهتم بالدرجات، أنا ما كان يهمني شقد أجيب درجة بالامتحان، يهمني كنت أتعلم. فكنت أشوف هاي درجاتي العالية، وكنت أنعفع إعفاء عام بالمدرسة، هو بسبب أنه مجرد نتيجة ثانوية لحبي وشغفي بالعلوم. فخلصت سادس إعدادي وما كنت هم ببالي كلية، ما كان ببالي فد كلية معينة، لأن أنا أحب أتعلم كل شيء، وكان ببالي إنه أنا أي كلية راح أدخلها مهما كان معدلي أنا راح أنجح بيها وأستمتع وأتونس وأكون شيء خرافي بيها. فبسبب هو نظام القبول المركزي والمعدل مالتي مال السادس دخلت هندسة كهربائية بجامعة البصرة. كل شوي تلكأت أول سنة بسبب بعض الظروف الشخصية، بس بعدين حبيتها كلش هواي، لأن يعني شفت بيها مزيج كلش مناسب من الرياضيات والفيزياء اللي أنا اثنيناتهم أحبهم. وخلال هذه المرحلة الدراسية أول سنة ظليت أتساءل ويا نفسي، أنا شلون عبرت هاي المراحل الدراسية؟ شلون عبرت المتوسطة؟ شلون عبرت الإعدادية؟ بينما أغلب الطلاب كانوا يضوجون من عندها ويتمللون وينزعجون وما لهم خلق للدراسة، سواء اللي يجيبون درجات عالية ويعني وينجحون أو اللي يرسبون. فاستنتجت شغلتين يعني من أنا من ذكرت شنو أنا أسوي. أول شيء اللي ساعدني أنه أنا أحب المدرسة أكثر وأتفوق بيها وأتغلب على هذا الصعوبات اللي تواجه أغلب الطلاب هو هذا الشغف بالعلم والحب إليه، والمحتوى اللي كنت أطلع عليه على الإنترنت، الفيديوهات على اليوتيوب، المقالات واللي أقراها بالمجلات العالمية وغيرها اللي توسع من فهمي وإدراكي. والشغلة الثانية اللي لاحظتها هو أنه أغلب المحتوى اللي أنا كنت أشوفه وأطلع عليه على الإنترنت هو كان باللغة الإنجليزية. لحد الآن أكثر من 62% من المحتوى على الإنترنت بشكل عام هو باللغة الإنجليزية، وفقط 1.1% هو باللغة العربية، ناهيك عن أنه محتوى علمي وأقل من عنده محتوى عراقي. فما كان أكو ناس عراقيين بذاك الوقت أشوفهم يحجون بهاي الشغلات اللي أحبها، عن بداية الكون وشون جاي يتطور، عن الذرات وشنو من تتكون، وشنو هي المعادلات والأنظمة الفيزيائية اللي تحكم هذا عالمنا الجميل اللي احنا عايشين به. فهنا أنا قررت، قلت أنا ما يد أتاني واحد يجي ويسوي محتوى ويعلم الناس، ردت أنا أصير هذا الشخص. مثل ما أنا هذا المحتوى العلمي اللي أنا كنت أشوفه واستمتع به هو ساعدني انه اتفوق بمسيرتي الدراسيه، فانا ايضا اريد الهم الناس والشباب من عمري حتى يتفوقون بدراستهم. فبديت
بداية بسيطة على اليوتيوب سويت لي قناة على اليوتيوب سميتها Iraqi Nerd. Iraqi يعني عراقي والنيرد يعني معناته السشاش أو هذا الشخص اللي يحب الدراسة. وأتذكر سويت أول فيديو كان على ظاهرة الديجا فو. شايفين من تدخلون فد مكان معين تحسون هاي المكان أنا داخله من قبل أو شو صير فد شغلة معينة تقول أنا هاي شايفها وأحس أدري شنو راح يصير. بس هو هذا مجرد خلل بعمل الدماغ انه يصير تسرب بالذاكره الطويله الامد فعقلك ما يدري هاي الشغله شايفها من قبل لو ما شايفها. فسويت هذا الفيديو كنت ما اعرف امنتج ما اعرف اصور ما اعرف اي شيء عن الصوتيات حطيت نقالي شو ما كان بغرفه اخوي لان كان عنده زاويه حلوه ومرتبه وسويت هذا الفيديو ونشرته على اليوتيوب ونشرته على الفيسبوك. كنت خايف من ردود الناس انه الناس راح تشوفني بطريقه جديده ما حد شايف علي السالمي بهاي الطريقه. ف سوري ما يرجعها اوكي. فنشرت الفيديو وكانت الردود كلش حلوه بالواقع من اهلي ومن اصدقائي من الناس بالمدينه اللي انا عايش بيها. ومن ذيك اللحظة أنا قررت إنه هو هذا الشيء اللي أنا بدي أسويه منا وراي. فبديت أسوي فيديوهات أكثر مواضيع أكبر وصرت يعني الناس تشاهدني يعني مشاهدات صارت أعلى بس الإنتاج كان قليل بسبب ظروف الدراسة شوي الهندسة الكهربائية تحتاج ظروف يعني دراسة مميزة إذا كنا طلاب هندسة كهربائية يعرفون. فبس خلصت من الدراسة وتخرجت من الكلية وصار عندي وقت اكثر انه اركز على صناعه المحتوى وتطويري به. فتحولت من اليوتيوب الى منصه الانستغرام، يعني الانستغرام شفت بها فرصه اكثر للوصول للشباب خصوصا بالمستوى العمري مالتي. فبديت بدايه محتوى بسيط مجرد صور او فيديوهات بسيطه واكتب عليها، بس بعدين قررت انه انا يعني اسوي فيديوهات قصيره. هواي ناس ذيك الفتره اتذكر واجهوني يعني اكو ناس بالتعليقات او اشخاص بحياتي الواقعيه قالوا علاوي ترى منصه الانستغرام صعبه ترضي اي واحد بيها. ناس تنشر بيها صور سفرات، صور الاكل، الملابس الجديده اللي يشتروها، تجاي تسولف لنا على الفيزا والذرات والسوالف فيها ويسمعك، مستحيل احد يسمعك. قلت لهم لا، انا راح اسوي فيديوهات علميه على منصه ترفيهيه واخلي الناس تتعلم وبنفس الوقت تتونس. فبديت انشر فيديوهات على صفحتي بالانستغرام وصار صرت اصعد مثل ما نقول بالانستغرام المصطلحات الانستغراميه وصرت اشوف خلال هاي الفتره خلال فتره انشاء المحتوى على الانستغرام ايش قد اكو شباب وبنات ناعدنا بالمجتمع العراقي كانوا يتانون وينتظرون انه شخص من نفس مجتمعهم من نفس بيئتهم يحكي بنفس لغتهم ولهجتهم بهذه المواضيع اللي هم يتونسون بها المواضيع العلميه بس ما كان يعني ما كانوا لاقين احد يسولف بهاي الاشياء ويسولفها يعني بطريقه بسيطه. فكنت انا اسوي فيديوهات بمواضيع كبيره ومعقده بس انا اسويها بطريقه بسيطه ولطيفه وبلهجه عراقيه بصراويه وبكل حب. فحاليا انا عندي على الانستغرام 65 الف متابع وكذلك انشر محتواي على التيك توك عندي اكثر من 220 الف متابع كلهم اوجه لهم تحيه واقول لهم انه انا احبكم كلكم هواي. فبعد هذه رحله الانستغرام والتيك توك صار عندي طموح اكبر، قلت انا ما اريد بعد اظل بس اسوي فيديوهات والناس تشوفني عن نقالاتها، اريد هذا الشيء اكبره، اريده يكون يشمل ناس اكثر وبطريقه مختلفه. فقلت انا بعد بدل ما اسوي فيديوهات اضافه لها اريد اسوي ورشات. تسوي فد حدث معين بمكان معين ناس تجي وتجرب هاي الاشياء اللي انا اسولف عليها بيديها وتلمسها بطريقه واقعيه وحقيقيه. فبداية سويت ورشات عن مواضيع اجتماعيه، هاي كانت ورشه عن التواصل اللاعنفي فد طريقه للتواصل بين الافراد والاشخاص. بس بعدين سويت ورشه بعنوان الفيزياء رهيبه. هذه الورشه يعني اشتغلت عليها كلش هواي ورتبت المحتوى مالتها ولقينا مكان مناسب وسويت استماره والناس يعني كلش هواي قدموا عليها. فمنهم اختارين 30 شخص سويت تجربه كلش فريده من نوعها وكل اللي حاضرين بها قالوا احنا بحياتنا ما مسوين هي الشغله خصوصا بالبصره يعني ناهيك عن العراق يمكن.
انه مكان نجي نسولف بيه عن الشغلات العلميه بطريقه ممتعه ونشوف بيها ايش قد الدراسه حلوه ومفيده وشون الفيزياء هي جزء كلش مهم من حياه البشر بشكل عام. هاي ايضا صور للورشه وفكانت انا جدا استمتعت بيها يعني هاي واحده من التجارب اللي سويناها. ويوميا انا تجيني رسائل على الانستغرام انه علاوي احنا من خلال محتواك صرنا نحب الفيزياء او صرنا نحب الدراسه اكثر. اكو بيهم يقولوا لي احنا مو بس نريد نسمع المحتوى مالتك وبس نسمع انه انت شنو تسولف معلومات، لا احنا من نسمعك هذا ينطينا دافع وحافز انه انا ايضا ادرس اكثر واتفوق اكثر بدراستي. حتى مدرسين ومدرسات بعض المدارس يشوفون محتواي ويقولوا لي انه احنا نعرضه للطلاب مالتنا حتى هم يستمتعون به. فأنا هدفي من هذه صناعة المحتوى هو أنه أحارب الجهل، أحارب العلوم الزائفة، أحارب الناس اللي تستغل هذا الجهل بالمجتمع وحتى تحقق مكاسبها الخاصة. أريد الناس تشوف إيش قد العلم ممتع، إيش قد هو مفيد ورائع، وهو مو بالطريقة اللي جاي يشوفوها بالمدارس إنه هو ممل ومزعج ومضجر وما بي فائدة إلما أنا أدرس إلما أتعلم. لا بالعكس، إحنا لازم ندرس لازم نتعلم، يعني هو هاي القوانين الفيزيائية والعلوم هي اللي تشكل عالمنا حاليا، فإحنا لازم نتعلم عليها وحتى نحافظ على كوكبنا أيضا، يعني من خلال هاي العلوم إحنا نقدر نعيش. فبالأخير أريد أختم لكم باقتباسين اثنين من أشخاص أنا كلش أحبهم وأعتز بهم. اللي هو الأول والتر لوين، هذا بروفيسور بجامعة MIT الأمريكية، مشهور بالطريقة الرهيبة بالتدريس مش قد الناس يستمتعون بيها. فهو دائما يقول المدرسين اللي يدرسون الفيزياء بطريقة مملة ذولا مجرمين. طبعا ما يقصد بمعنى الحرفي، بس هو لأن يشوف أنه الفيزياء فتشي كلش رهيب وممتع بحيث أنه من الإجرام أنه أنت تدرسها بطريقة مملة وتخلي الطلاب ينزعجون من عنده. والاقتباس الأخير هو للرائع والعظيم اللي أيضا أحبه كل شوي، كارل سيغن، عالم فيزياء أيضا أمريكي وفلكي ومن أول العلماء اللي بدأوا يبسطون العلوم للناس ويخلوها بمتناول الجميع، مو بس بالنخبة وفقط بالجامعات والمدارس. وسوى برامج وثائقية أشهرها كوزموس اللي أعتقد أغلبكم شايفينه. فكارل سيغن يقول science is more than a body of knowledge, it's a way of thinking. العلم هو مو بس هاي المعادلات والرياضيات والمجموعة من المعلومات الكثيرة اللي ندرسها بالجامعات، لا هو طريقة منهج للتعلم، طريقة ومنهج للحياة، طريقة من خلالها احنا نقدر نتعلم على العالم اللي حولنا، نتعلم على أنفسنا وعلى أشخاص الآخرين. فأنا مرات يسألوني طلاب إنه احنا ليش ندرس رياضيات ما بيها فايدة، ليش ندرس فيزياء ما بيها فايدة؟ أنت مو تدرس فيزياء فقط لغرض الفيزياء، أنت لما تدرس فيزياء ولما تدرس رياضيات هذا راح يفتح عقلك أكثر، يعلمك أنت شلون تتعامل ويا الأمور سواء بالمجال العلمي اللي أنت بيه أو مجال مال حياتك. فبالأخير بدي أقول إنه إحنا العالم مالتنا مبني بشكل كلش كبير على العلوم وعلى التكنولوجيا، فإحنا لازم نتعلم عليهم ونثقف نفسنا بيهم حتى نعرف الصح من الغلط، حتى نحافظ على نفسنا وعلى كوكبنا. شكراً.